في خضم صراع الترشح نحو البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، ما زالت اللقاءات بين إدارتها الحالية والحكومة الإسرائيلية مستمرة في محاولة للتقدم ببرنامج المعونات الأمريكية لإسرائيل وإنهاء اتفاقية المساعدات بأسرع وقت في حكم أوباما، مع الإبقاء على إمكانية التفاوض مفتوحة بين الجانبين بعد تولي الإدارة الجديدة. الوصول إلى اتفاقات للدعم الاقتصادي وأيضا العسكري بشكل أساسي، وهو لاعتبارات ضرورية. الإدارة الأمريكية ستكون تحت ضغط الزمن، وبالتالي تقديم ما يمكن تقديمه من مطالب إسرائيلية للحصول على دعم اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية لمرشح الديمقراطي في الانتخابات القادمة نهاية هذا العام. اللقاء الذي جمع وزير الأمن الإسرائيلي بنظيره الأمريكي خرج باتفاق لتطوير التعاون فيما بينهما، وتم الحديث فيه عن ضرورة توقيع الاتفاقية التي ستكون مدتها 10 سنوات وقيمتها 4 مليارات دولار سنويا، مع مطالبة إسرائيل أمريكا سابقا بدفع مبلغ 37 مليار دولار للمعونات العسكرية بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران. إسرائيل دائما قالت أن إيران تشكل خطر وجودي على إسرائيل، وعندما يعني شرع أوباما في تنفيذ الاتفاق عارض نتنياهو علنا ومن داخل الإدارة الأمريكية ومن داخل الكونغرس وخطب ضده، يعني كان خطاب شهير، وكل هذا يعني فقط ولا يوجد خطر حقيقي فعلي وتعهد أمريكا لإسرائيل جدي بحمايتها، ولكن كل هذا من أجل تحصيل مزيد من المساعدات من الإدارة الأمريكية. وفي اللقاء أكد وزير الأمن الإسرائيلي أن أمريكا هي السند الأكبر لها وإسرائيل حليفها الاستراتيجي في المنطقة، مع توقعات بزيادة الدعم العسكري والمادي لإسرائيل من الإدارة الأمريكية الجديدة في ظل سباق التسلح الإقليمي. على الرغم من التوقعات والتطلعات بالإدارة الأمريكية القادمة وطبيعة العلاقات التي ستربطها بحكومة نتنياهو، إلا أن السياسة الأمريكية باتجاه إسرائيل ثابتة ولن تتغير، سواء بالدعم المادي أو السياسي المتواصل والكبير. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين، رام الله.